بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب العاشر من الكتاب الخامس والخمسين، كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس، هل هي كثرة عددية ولا كثرة في العدد والعتاد والمال؟ تحتمل المعنيين، تحتمل الروم يبقوا أكثر الناس من حيث العدة والعتاد، لأن خد بالك أن الصين مش من أكثر من الروم، فلو قلنا العددية فالصين أكثر من الروم. الروم احنا قلنا مين؟ اللي هم الأوروبيين والأمريكان، ده الروم. الأوروبيين والأمريكان هم دول الروم، وحط فيهم كمان أستراليين، لأن بتوع أستراليا أصلهم أجناس جاية من أوروبا، فهمت إزاي؟ يبقى أستراليا وأمريكا وأوروبا هم دول الروم الوقت في العصر بتاعه أكثر الناس. أما تجمع دول تلاقي الصين أكثر منهم، يبقى يمكن أكثر الناس عددا، قوة، صولة، سيطرة، تحتمل، مش كده برضو؟ يبقى الكثرة قد تعني كثرة العدد وقد تعني كثرة العتاد، والله تعالى أعلى وأعلى. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث الحادي والستين بعد الأربعمائة والسبعة آلاف، قال: حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال: حدثني عبد الله ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد قال: حدثني موسى بن علي عن أبيه قال: قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا. عمرو بن العاص ده كان داهيا، خد بالك، ذكي، نبيه، خبير، وقائد عسكري كبير، وله منة على أهل مصر، لأنه هو الذي فتح مصر وأدخل الإسلام فيه، فله منة على أهل مصر، فجزاه الله عنا خير. يعني إيمان أهل مصر ده وإسلام أهل مصر ده في صحيفة حسنات عمرو بن العاص والجيش الكبير اللي كان من 8000 صحابي جم فتحوا مصر، فلم يبقى منهم إلا 3000 بعد فتح مصر. مات في مصر في فتح مصر 5000 صحابي من 8000، حتى يدخلوا هذا الدين في قلوب هذا الشعب الكبير اللي هو في صحيفة حسنات هؤلاء جميعا رضي الله عنهم جميعا. فشوف تعليق سيدنا عمرو بن العاص بقى مهم، لأن دول كانوا إيه يعني من أهل الحكمة. عمرو بن العاص يقول: ما دخلت في أمر منذ أن وعيت وندمت فيه أبدا. ده دليل أنه إيه يعني مش متسرع أبدا، فكر ويحكم الأمور. شوف أنت كم مرة اخترت حاجة وندمت من يوم ما اتولدت، ولسه أنت يمكن عمرك 20 سنة و30 سنة ولا حاجة. شوف، لكن عمرو بن العاص بقى شوف عاش عمر طويل، وكان قائد ومجاهد ومحارب، وكان كمان والي على بلدان كثيرة. يقول لك: ما دخلت في أمر قط منذ وعيت وندمت أني دخلت فيه. ده دليل الحكمة الكبيرة، فهمت ازاي؟ رضي الله عنه، وهو دفين مصر، مدفون في مصر في مسجد عمرو بن العاص في قبر غير معلوم المكان، فهمت؟ الحمد لله انه غير معلوم المكان، عشان الوهابية يروحوا يصلوا هناك، وإلا ما كانوش هيروحوا يصلوا هناك. يعني قبر سيدنا عمرو بن العاص فين؟ في مسجد عمرو بن العاص، يقال انه قريب من القبلة في الجهة اليسرى، قريب من القبلة في الجهة اليسرى، لكن يبدو مع التوسعات لم يبعلوا له
شاهد يعني، فمش معروف، فقبره غير معلوم هناك رضي الله عنه وارضاه. قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان يبدو ان الحديث ده كان في مصر، ان عمرو بن العاص فضل قاعد في مصر لحد ما مات، فاهم؟ فيبدو ان الحديث ده كانوا قاعدين بيتكلموا وهم قاعدين في مصر، في القاهره يعني، في الفسطاط اللي هي المدينه القديمه اللي بناها الصحابه، اللي بيسموها احنا المصريين دلوقتي ايه؟ مصر القديمه، واخد بالك؟ قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا. يبقى لازم نعرف الخصال الأربعة اللي لاحظها سيدنا عمرو في الروم، علشان إن كانت خصال كويسة نتخلق بها، وإن كان خصال خبيثة نتجنبها. فدي نقطة برضه مهمة. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة. أحلم الناس عند فتنة يعني عند الهرج، ما ياخدوش قرارات بسرعة، متهورة، ما عندهمش تهور، يعني هم حتى في الشر يحكموا الشر، واخد بالك؟ مفيش تسرع، يعمل لك الخطة تاخد لها 200 سنة و300 سنة، حاجة غريبة يعني. فهم ايه؟ لا احلم الناس عند فتنة، يعني ايه؟ يعني لا يتسرعون في اتخاذ القرارات التي يرونها فيها مصلحة لهم، فهمت؟ فيبقى لازم نعرف نتعلم منهم برضو كده، ان الفتنة نكون عندنا نوع من الحلم وعدم التسرع والعجلة حتى نتجنب هذه الفتن. واسرعهم افاقة بعد مصيبة. وبعدين ما ييأسوش، مجرد ما تجيلهم مصيبة ييأسوا، لا، يفوقوا، عندهم همة، يبقى همتهم عالية. شوف انت في الحرب العالمية الثانية، اوروبا دي كانت كلها يعني عبارة كومة تراب، المانيا دي كانت كومة تراب، ما فيش 20 سنة وقامت تاني. شفت قد ايه فعلا عندهم همة عالية، لا ييأسوا، وعندهم اقبال على الحياة وحرص على العمل. فالحاجات دي كلها مزايا احنا حقنا نتعلمها حتى من عدونا، عشان احنا لما تواجه عدوك بسلاحه تقدر تواجهه، لكن احنا نايمين وبنشتغل 3-4 ساعات في اليوم، وبعدين بيشتغل دقائق، وبعدين مش لاقي عمل اصلا، واخد بالك؟ وهم بيشتغلوا من شروق الشمس لحد الغروب، يشتغلوا يعملوا جد، عندهم جد واجتهاد. فنسال الله سبحانه وتعالى انه ايه يرزقنا هذا الجد والاجتهاد في الحق. وأسرعهم إفاقة عند بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة. ولما يصطدموا ويحاربوا ويفروا يعدوا العدة تاني عشان يكروا مرة تانية، يعني لا ييأسوا، يصعب هزيمته، فهمت ازاي؟ يعني حتى لو انهزموا في الأول إلا أنهم انهزامهم يكون استعداد لأن يكروا مرة أخرى، فهمت ازاي؟ كل دي مزايا فيهم على فكرة، هي اللي خلتهم قواد الشر الآن، يقودوا الشر، وهم جند إبليس الآن، واخد بالك ازاي؟ بسبب هذه الصفات. وأوشكهم يعني أسرعهم، أوشكهم يعني إيه؟ أسرعهم كرة بعد فرة. والكرة هي الهجوم، والفرة هي الفرار، التراجع والانسحاب. وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. وكمان الصفات بتاعهم عندهم نوع من الرحمة على بعضهم البعض، مش على الأجناس التانية. يا سلام، الإنسان الأوروبي والأمريكي ده غالي جدا، أول بس ما واحد بس يحصل له حاجة الدنيا كلها تقوم وتتقل، فهمت ازاي؟ وبعدين هناك رعاية الايه؟ المرضى، ورعاية مش عارف ايه، ورعاية الإنسانية وحقوق الإنسان. الإنسان الأوروبي والغربي، الا اوعى يكون الانسان غير الاوروبي والغربي، لا، ده ما يستاهلش حاجه عندهم، يربوا الكلاب ويقتلوا الايه؟ يقتلوا غيرهم. شوف، يربوا الكلاب والقطط ويعاملوها بشفقه ورحمه، ويعاملوا اطفال غيرهم، مش بنقول المسلمين، غيرهم مطلقا، حتى الهنود، حتى اطفال اي بلد تاني، ولك ان تنظر كيف يعني طابت قلوبهم وهم بيرموا
القنبلة على هيروشيما وناجازاكي، كيف طابت قلوبهم؟ ده الإنسان لو صدم بسيارته قطة يمكن يقعد يومين مش عايز يسوق العربية، وهم بزرار يعني يرمي قنبلة ذرية، قنبلتين مش قنبلة واحدة، تموت حتى مين؟ حتى السمك في المية مات، مش الأحياء، النبات والحيوان والمباني والإنسان مات، حتى الأجيال التي عاشت ما زالت تعاني من أثار دي. يبقى هم كانوا إيه؟ لكن هم عندهم شفقة قوي قوي على بعضهم البعض. يا سلام، فهمت إزاي؟ يبقى إحنا المفروض نتعلم منهم، يبقى عندنا شفقة على بعضنا البعض، فهمت إزاي؟ ونكون قلبنا على بعضنا، فهمت؟ وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. وعشان كده اللي يعيش في أوروبا ويلاقي تعاملهم هناك وقوانينهم يقول لك فعلا الإنسان بيحس بإنسانيته في أوروبا، فهمت إزاي؟ يجي بلاد المسلمين يلاقيهم قاعدين يضربوا في بعض. ففي كتير من الناس مش عايزة تعيش في بلاد المسلمين، ليه؟ علشان هم عرفوا إزاي ينظموا حياتهم، وعرفوا إزاي، فلازم إحنا نتعلم منهم كيف ننظم حياتنا. يعني عايزين نتعلم المزايا اللي هي فيهم دي وخلتهم أكثر عددا وعدة وتسلطا على الناس. لما تسلطوا علينا، طب ما نتعاون نعمل كده، نتكاتف نتعاون نرحم صغيرنا، واخد بالك؟ ما يبقى عندنا همة وعزم وعندنا قدرة على العمل ونشاط على العمل، واخد؟ كل دي صفات لازم. والعجيبة ان كل الصفات دي ديننا امر بيها، امرنا بيها، بس امرنا بيها عشان تبقى عامة في كل البشر، هم خدوها وعملوها خاصة فيهم بس، واخد بالك ازاي؟ ثم سائر البشر مش مهم، يروحوا في داهية، يجوعوا، يموتوا، يتفلقوا، ما تفرقش معاهم. وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. طبعا نظامهم، نظام الحكم هناك في أوروبا وفي أمريكا، ما فيش حاجة اسمها إن الحكومة تظلم المواطن، فيش حاجة اسمها ظلم المواطن، فهمت إزاي؟ هناك نوع من العدل ونوع من الرفاهية ونوع من ايه، عدم ضياع حقوق البشر للناس والحاجات دي كلها. لكن احنا دلوقتي بنحاول نقلدهم حتى في العدل بتاعهم، مش عارفين. وعن ابي قليب لخصال ان فيهم لخصالا اربعا، وجاب هنا خمسة، فهمت ازاي؟ الخامسة اللي زودها بقى ايه؟ ان هم امنعهم من ظلم الملوك، وخامسة حسنة جميلة، وامنعهم من ظلم الملوك. يعني ايه؟ يعني العدل، مراعاة العدل في الحكم. وانت عارف ان الدولة العادلة ولو ظالمة ربنا يديم حكمها ويبارك فيه، والدولة المؤمنة الظالمة ربنا سبحانه وتعالى لا يبارك فيه. عشان كده قلنا العدل أساس الملك، مش كده برضو؟ العدل أساس الملك. ما احنا لسه قبل ما تيجي احنا قلنا في المقدمة، الكثرة هنا، الكثرة هنا كثرة عدد وعدة وعتاد، وليست كثرة عدة وعتاد ومال وتسلط، وليس كثرة أعداد أنفس، بدليل إن الصين أكثر من الامريكان والاوروبيين والاستراليين، ما هم دول الروم. احنا قلنا الروم امريكا وايه؟ واوروبا واستراليا، هم دول الروم في الزمن بتاعهم، فهم اكثر عدة وعتادا، احنا بنسميها مدنية دلوقتي، هم اهل المدنية والتمدين والتحضر، واخد بالك ازاي؟ والرفاهية. بناء على ايه؟ على انهم سرقوا العالم كله، كل خيرات العالم سرقوها، وهم عايشين من الحرام، وكل لحم نبت من حرام، النار أولى به. علشان كده ربنا خلاهم يصنعوا أسلحة من نار، علشان لما يتحاربوا بيها يموتوا في النار في الدنيا قبل الآخر، لأن هم اللي اخترعوا الأسلحة النارية دي. المسلمين طول عمرهم ما فكروا يستعملوا النار في الحرب، إلا لما الأوروبيين والروم استعملوا النار. طول عمر المسلمين يحاربوا بالسيف، لأن السيف سلاح نظيف. ليه بقى؟ لانه لا يقتل الا عدوك، ولا يتعدى قتله الى غير،
ما تريد ان تقتله، فبتقدر تتحكم فيه، فهمت؟ وبعدين سلاح فيه الشجاعة وفيه المواجهة، ولا يؤثر في البيئة ولا يعمل تلوث. فطول عمر المسلمين يحاربوا بالسيف وخلاص، ويحارب المحارب ويكف السيف عن المرأة وعن الشيخ وعن الضعيف وعن المسالم، لحد ما اخترعوا لنا السلاح الجبان اللي هو يضرب، سلاح أعمى لا يميز بين العدو والحبيب وبين الصغير والكبير وبين اللي هي القنابل والحاجات اللي احنا بنشوفها دي كلها، فهمت ازاي؟ فربنا ينجينا. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح أن عبد الكريم بن الحارث حدثه أن المستورد القرشي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس، يعني أقوى الناس. إيه القوة الوقت الكبيرة الوقت؟ هم هتلاقي روسيا وأمريكا والدول الأوروبية، لما تجمع مجموع قواهم كلهم هتلاقيهم هم أقوى الناس، فهمت إزاي؟ هات جميع بقى الدول الأوروبية مجموعة، وهات معاهم كمان وروسيا دولة أوروبية تبعهم، وحط كمان أمريكا معاهم، هتلاقيهم هم أقوى الناس. مش ده اللي حصل؟ يبقى تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك أنك تقولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أصله ليه بقى؟ لأن كان بيقول لعمرو بن العاص كده، وعمرو بن العاص كان ساعتها المسلمين قهروا الروم القادسية واليرموك والدنيا قاعدين مقهورين وقاعدين في الجحور، تقول لي أكثر الناس إيه بس؟ فهمت إزاي؟ فسيدنا عمرو بن العاص مستعجب، لأن بيتكلم على مقتضى إيه اللي شايفه في عصره، فهمت؟ فقال له المستورد قلت الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال عمرو لئن قلت ذلك انهم لاحلم الناس عند فتنه واجبر الناس عند مصيبه وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم. شوف مش للمساكين، كلام دقيق سيدنا عمرو ده، يعني جواهرجي، فهمت ازاي؟ دقيق، راجل حكيم فعلا. هم ايه؟ خير الناس لمساكينهم وضعفائهم اللي هم منهم، انما اللي من غيرهم لا، من اقصى الناس واكثر الناس تجبرا وتكبرا. باب اقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال. احنا قلنا امبارح ان قبل خروج الدجال هيبقى المهدي مشغول في حروب شديدة طاحنة مع الروم، لدرجة ان يموت تلت الجيش ويتراجع تلت الجيش وينتصر التلت الاخير. مش قلنا الكلام ده كله؟ وبعدين اول ما ينتصروا يجي ايه؟ نداء ان الدجال، المسيح الدجال ظهر واستحر القتل، فيسيبوا اللي هم فيه ويرجعوا بلادهم علشان ايه؟ يحاولوا يواجهوا. فينزل سيدنا عيسى ابن مريم في الفجر عشان يقتل الدجال. مش قلنا الكلام ده كله بالامس؟ نقرا بقى الحديث ده عشان نفهم. وعن أبي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن حجر كلاهما عن ابن عليا واللفظ لابن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قتادة العدوي عن يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيرا إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، ليس له هجيرا إلا، يعني ليس له شأن، يعني مالوش ايه، يعني مش من الناس المعروفين بالعلم او بالسلطان او بالمال، يعني مش معروف يعني. يعني مش عارف، ما بيقولش شيء الا يا عبد الله. ليس له شأن ولا دأب الا يا عبد الله ابن مسعود، يا عبد الله ابن مسعود قاعد بينادي يعني. والراجل اللي جاي ده مش مشهور يعني. جاءت الساعة، اول ما شاف ريح حمراء جاي بيقول له القيامة قامت، القيامة قامت، فاهم؟ قال فقعد وكان متكئا، سيدنا عبد الله بن مسعود كان متكئ كده قاعد مستريح، سمع الراجل بيقول قم الساعة قعد. فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة،
ثم قال بيدي كذا ونحاها نحو الشأم، نحو الشام يعني. فقال عدو عدو، فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت الروم تعني؟ قال نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. احنا قلنا هيرتد التلت كده برضو، فيشترط، وممكن ردة كمان من الدين. والوقت بقت موضة، موضة كل شوية تسمع واحد يقولك ايه ما فيش ربنا، يترك الاسلام يدخل في المسيحية يتجنن اي حاجة بقى. يعني الوقت حتى جعلوها ظاهرة، ظاهرة الردة دي مشهورة الوقت خصوصا بين الشباب لكل اسف، عشان الشباب فهموه الدين غلط، الفرق اللي طلعت دي فهمت الشباب الدين غلط اصلا، فلما صدموا في هؤلاء الفرق كفروا بالدين اللي هم فهموه من هذه الفرق. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا شرطة، يعني فرقة من الجيش، شرطة يعني كتيبة من الجيش، تخرج كتيبة، كتيبة ايه فدائية، يعني تخرج تقاتل للموت، ادي اسمها ايه شرطة للموت، كتيبة فدائية لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب. وتفنى الشرطة الأولانية، الكتيبة الأولانية اللي خرجت دي تفنى يعني تموت خلاص للشاشة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت، تاني مجموعة تانية في الآية تخش، لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب. وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت، لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب. وتفنى الشرطة، فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، نهد يعني صمد ونهض، يبقى نهد بمعنى نهض وصمد يعني ثبتوا، فيجعل الله الدبرة عليهم يعني على الروم، ينهزموا يعني، فيقتلون مقتلة، إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم يرى، إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائرة ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، يعني من كثرة مساحة الموت لو طائر طار يموت من الجوع ويخر ميتا قبل أن يقضي إيه المسافة اللي هم فيها الموتى دول، ده بيضرب المثل يعني. فيتعاد بنو الأبي، كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل، يعني بنو الأبي أسرة واحدة قبيلة واحدة، كانوا في الجيش كانوا 100 في الجيش قرايب بعض، يشوفوا مين اللي اتبقى منهم يلاقوا ما اتبقاش منهم إلا واحد، باقي كله استشهد، يعني هتبقى إيه مقتلة عظيمة يعني. فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم. فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، يبدو أن لما يستحر القتل في الروم يكون ده حافز لأن المسيح الدجال يظهر على حقيقته بقى، يخرج بقى يقود بقى، يبقى لأنه طول المدة السابقة دي كان يقود الشر في خفية، فهمت؟ فتبقى المقتلة العظيمة دي هي الدافع لأن المسيح الدجال يظهر ويخرج لمواجهتها بقى، لأن لا يصلح أنه هو يقاتل بقى خفية كالعادة كعادته، فيبقى ده الدافع أنه يخرج، فهمت بقى؟
فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم، يعني يرموا اللي في أيديهم من غنائم، ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس، من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. قال ابن أبي شيبة في روايته عن أسير بن جابر، وعن أبي قال وحدثني محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قتادة عن يسير بن جابر قال كنت عند ابن مسعود فهبت ريح حمراء وساق الحديث بنحوه، وحديث ابن علي أتم وأشبع. وعن أبي قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا حميد يعني ابن هلال عن أبي قتادة عن أسير بن جابر قال كنت في بيت عبد الله بن مسعود والبيت ملآن، قال فهاجت ريح حمراء بالكوفة فذكر نحو حديث ابن علي. باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال. وعن أبي قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف فوافقوه عند أكمة فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، قال فقالت لي نفسي ائتهم فقم بينهم وبينه لا يغتالونه، قال ثم قلت لعله نجي معهم فأتيتهم فقمت بينهم وبينه، قال فحفظت منه 4 كلمات أعدهن في يدي، قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون فارس اللي هي إيران الوقت، فارس اللي هي إيران الوقت وتغزون جزيرة العرب يعني يتخلصوا من الحكم الوهابي اللي فيه. فهمت ازاي؟ ادي المعنى، يعني تعود الامور تاني على الاسلام السليم، العقائد السليمة. ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال فقال نافع يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. يبقى سيدنا نافع بن عتبة بيقول لما كان مع النبي في غزوة أتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف فوافقوه عند أكمة فإنهم لقيام ورسول الله قاعد، فخاف لحسن إيه يغتالوا النبي فوقف بينهم وبينه، ويبدو ان هم كانوا جايين يعهدوا النبي او يكلموا النبي في حاجه، فسمع الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده. باب في الايات التي تكون قبل الساعه. وعن ابي قال حدثنا ابو خيثمه زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر المكي واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات اللي هي العلامات الكبرى يسموها 10 آيات، فذكر الدخان. واحنا اتكلمنا عن الدخان قبل كده ورأي سيدنا عبد الله بن مسعود انه تم وانه خالفه باقي الصحابة وانه حياتي في اخر في علامات الساعة دخان يغشى الكافر ويصيب المؤمن منه مثل الزكام. كويس. والدجال العلامة التانية، والدابة وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، والدابة دي هتخرج
في ضحى اليوم اللي الشمس تخرج فيه من مغربها. يعني هيبقى بعد ايه؟ بعد الدجال وبعد نزول سيدنا عيسى ابن مريم وبعد وفاة سيدنا عيسى ابن مريم، كل ده هتحصل ايه؟ الدبة دي. وطلوع الشمس من مغربها، والواو هنا لمطلق الجمع ليس للترتيب، لان الدبة هتكون بعد طلوع الشمس من مغربها. حتى تروا وطلوع ونزول عيسى ابن مريم، وعارفين ان عيسى ابن مريم هيبقى قبل ايه؟ كل قبل الدبة وقبل طلوع الشمس من المغرب. يبقى هنا الواو لمطلق الجمع وليس للترتيب. ونزول عيسى ابن مريم عليه صلى الله عليه وسلم، ويأجوج ومأجوج، لان يأجوج ومأجوج هينزلوا بعد ما نتخلص من اليهود بقيادة سيدنا عيسى ابن مريم بعد مقتل الدجال، يوم يخرج يأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، اللي هي من قعر عدن، نار تخرج من قعر عدن في اليمن لتسوق الناس إلى المحشر. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع إلينا فقال ما تذكرون؟ قلنا الساعة، قال إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. قال شعبة وحدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة مثل ذلك لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحدهما في العاشرة نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر وريح تلقي الناس في البحر. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات قال سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن تحتها نتحدث، وساق الحديث بمثله. قال شعبة وأحسبه قال تنزل معهم إذا نزلوا وتقيل معهم حيث قالوا. قال شعبة وحدثني رجل اللي على الريح أو على الدخان، تنزل معهم حيث نزلوا إيه وتقيل معهم حيث قالوا. قال شعبة وحدثني رجل هذا الحديث عن أبي الطفيل عن أبي سريحة ولم يرفعه، قال أحد هذين الرجلين نزول عيسى بن مريم، وقال الآخر ريح تلقيهم في البحر. وعن أبي قال وحدثنا اللي هي الأعاصير، الريح دي اللي هي بتبقى سموها الأعاصير، ريح شديدة واخد بالك ازاي، ومع فيضانات. وعن أبي قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله العجلي قال حدثنا شعبة عن فرات قال سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة قال كنا نتحدث فأشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث معاذ وابن جعفر. وقال ابن المثنى حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة بنحوه. قال والعاشرة نزول عيسى بن مريم، قال شعبة ولم يرفعه عبد العزيز. باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. يبقى حيبة في نار في أرض الحجاز لكن آخر نار هتبقى من عدن. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حا. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال قال ابن المسيب أخبرني أبو هريرة
أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وذكروا أن النار دي خرجت، وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، سنة 654 هجرية خرجت من قرب المدينة على مشارف المدينة نار شديدة، واستمرت عدة أيام حتى أنها كان يرى أثرها من بصرة. بصرة دي حوران في الأردن، واخد بالك؟ وظلت عدة أيام وذكروها في البداية والنهاية. يبقى النار دي خلاص ظهرت وانتهينا منها سنة 654 هجري. ونقف على باب في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.